وإلى المغرب، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 12% على المستوى الوطني في منتصف النهار. إلى ذلك يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية والبلدية. ودعي نحو 18 مليون ناخب لاختيار 395 نائبا في البرلمان وأكثر من 31 ألف مسؤول محلي وإقليمي. تعد الانتخابات المغربية هي الثالثة من نوعها في ظل الدستور المغربي الجديد والخامسة من نوعها في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس. من جانبه، قال رئيس الوزراء المغربي المنتهي ولايته سعد الدين العثماني، قال إنه سعيد بنسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية في المغرب. وأضاف العثماني أن تلك النسبة كانت تمثل أحد التحديات الهامة للحزب الذي يترأسه. أنا سعيد لأن اليوم كاين إقبال ملحوظ على مكاتب التصويت من قبل مواطنات والمواطنين منذ الصباح. من الساعة الثامنة هناك بعض المكاتب فتحت وأمامها عدد من المواطنات والمواطنين كينتظروا التصويت. هذا ربما يكون دليل على أن إن شاء الله تكون نسبة إقبال محترمة، وهذا من التحديات التي الجميع كينتظر النتيجة ديالها اليوم وكيفاش نواجهوها.